هنا بدأت الناس الآن بانتشال جثامين عدد ممن قتلوا في داخل حي شجعية أو هدمت عليهم المنازل على رؤوسهم، محاولات من فرق الإسعاف والدفاع المدني لاستغلال كل ساعة في من ساعات التهدئة للوصول إلى ما أمكن من منازل وهي بالمئات. هنا رائحة، لا يزال هناك أيضا نسمع أصوات إطلاق نيران حتى هذه اللحظة رغم عمليا دخول التهدئة حيز التنفيذ. المشهد هنا في داخل حي شجعية وبين الشوارع ربما يغني عن أي شرح، مئات المنازل هنا سويت بالأرض، حتى المساجد، مدارس، كل ما يتعلق بمنطقة حي شجعية. هذا هو المشهد، ربما يعبر عن ما دار هنا في هذه المنطقة لأيام طويلة. المسعفون أيضا حذرونا من أن هناك قذائف لم تنفجر في هذه المنطقة وبعض الألغام، لكن الناس ذلك لم يمنعهم من مواصلة المسير إلى هذه المنطقة لمعرفة ما الذي جرى بالنسبة لمنازلهم التي تركوها. أنا خسرت داري وأرضي وحالي وكل شيء ومالي، كل شيء خسرته أنا. كل هذا جيت لقيته رايح في غمضة عين، لقيته رايح. يعني ايش الحل؟ ايش الان مطالبكم؟ انتم ايش اللي شايفينه؟ ايش بنطالب؟ احنا بدناش لا ودنا ولا غيره، احنا بنطالب مقاومه كمان اشرس، لانه احنا اللي إنا رحنا ما ضلناش. ايش بدها تضلها الروح؟ تروح الثانيه ولا حاجه. ليش التهدئه؟ ايه يفرجون على الهم الذل اللي احنا فيه؟ هذه تهدئه؟ هذه مش تهدئه. ايش الدمار هذا في الشجاعيه؟ ايش عملوا لهم بالدور؟ ايش عملوا لهم المنازل؟ وين بدنا نروح احنا؟ وين بدنا نتهجر؟ وين بكم تهجرونا يعني؟ وين بكم تهجرونا؟ دور فش. شو صار يا اولادي يما؟ ايش صار في اولادك يا حبيبي؟ يما اولادي. ايش مالهم اولادي؟ والله ما عارفه يا اخو، والله ما عارفه وينهم. والله ما عارفه، كل واحد مشقى يما. اولادي يما اولادي. ما دعيناها تدور، احنا شاردين شو طلع وشو ما طلع. هنا عائلة تبحث عن طفلها الصغير الذي تركته في هذا المكان، والواضح أنهم حتى الآن حتى فرق الدفاع المدني والإسعاف لم تصل بعد. هكذا هي التهدئة هنا في حي الشجاعية. هذا هو الحي الذي لم أعد أعرف في شرق مدينة غزة. الدمار هنا في كل مكان كما ترون، والجميع لديه سؤال واحد فقط هنا: ماذا سنفعل؟ ولكن لا أحد يعرف ماذا سيفعلون. شهد الكاشف بي بي سي من داخل حي الشجاعية في شرق مدينة غزة.